فوسي سيكي دايرين، لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد خوتي خواتاتي. اليوم ان شاء الله مشيت تقديت وشريت القوام ديال السفوف، قلت لي مالا ما نشاركاش مع الاخوات ديالي حيت حنا شويه نديروها كثيره. وشريت اللوازم اللي عاد دار لي اللي عندي في السفوف ان شاء الله. على بركة الله نقدم لكم شنو شريت ان شاء الله. شنو شريت؟ شريت 5 لتر ديال الزيت، ها هي من طبيعة الحال الدقيق، ها هو الدقيق الممتاز اللي ندير فيه واقيلا واقيلا ما نقدرش المهم شريت هذا القرط اللي نشوف حسب الخلاط. 4 كيلو ديال الجنجلان، هذا هما هذا 4 كيلو. دابا نوريكم الطريقه مع كي تغسلو ونوريكم باش من تجيو تنقي النقاي يجي ساهل. شنو شريت اخر؟ شريت كيلو ديال اللوز، ها هو شريت 5 كيلو ديال الكاوكاو اللي 2 كيلو بلا قشره و 3 كيلو بالقشره من طبيعة الحال سنيده. شريت حبه حلاوه، ها هي حبه حلاوه النافع، ها هو النافع. شريت الزهر، القرفة، زرعة الكتان، إيلان، شريت الجوزة، وشريت المسكة الحرة. هادو إن شاء الله هما اللي عنديرهم في السفوف إن شاء الله. دابا شريت باش ننقي، باقي معنا ان شاء الله شعبان كامل نقي على خاطري. وديك الساعه ما حنا كنديروها كثيره نعطيو منا شويه، هذاك الشيء علاش كنديروها. والسفوف ديالنا تشوفوها ان شاء الله كتجي رائعه وكتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله. نعاود لكم المقادير. شحال كنشري؟ كنشري 4 كيلو ديال الجنجلان، ها هو كنشري زرعة الكتان، ها هي إيلان، ها هي القرفة، الزهر، حبة حلاوة، النافع، الدقيق الممتاز، 5 كيلو ديال الكاوكاو، هما يعني هنا 3 كيلو وهنا 2 كيلو اللي غنكون شي عن يتحمر شي يتقلى. هما يعني 5 كيلو، 2 كيلو بلا قشره و 3 كيلو بلا قشره، وكيلو ديال الدقيق وكيلو ديال اللوز. ندير فيها انا عاد جلوس على اللوز وكندير فيها من طبيعة الحال الجوزة والمسكة الحرة والزيت. يعني الزيت دابا عندك الزيت والدقيق، نشوف انا عيني ميزاني كنكون كنخلطها يعني بالشويه، كنبقى ندير تدريجيا انا ما كنديرش فيها الزبده، وكل واحد الطريقه ديالو. وان شاء الله من غنخلطها تشوفوا الطريقه ان شاء الله. ودابا جبتها باش معايا الوقت نقيها انا والدار ديالنا نتعاونوا عليها، وان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الجنجلان. يصدق لكم ما تفكروش بلا مسخ ولا حتى حاجه، غنوريكم ان شاء الله الطريقه الصحيحه كيفاش تصايبوا الجنجلان باش من تكونوا كتنقيوه يجيكم ساهل دغيا تنقيوه ان شاء الله. دابا ننزل واحد الفيديو قدر ان شاء الله غدا نبدا نغسلو ونوريكم الطريقه، تشوفوا الطريقه ديالي اللي كندير. وهادو هما اللوازم اللي كندير فيها، وتبارك الله ما شاء الله إيلان وزرعة الكتان كتجي رائعه في السفوف. وخوتي خواتاتي دابا شاركت معكم هاد اللوازم اللي شريت، وان شاء الله عاد نقيها. وهاد الشهر معنا كامل نخلطوها على خاطرنا، لان ما خصناش نشروها في الوقيته تاع الضيق بالزربه، يعني نخلطوها على خاطرنا. وباقا ان شاء الله نشارك معكم الشباكيه ان شاء الله، باقا نشارك معكم الشباكيه اللي كتجي رائعه وزوينه.
وتبارك الله الدار المغربية كاملة دابا تتلقى دايرة السفوف في الدار ديالها، شبكية في الدار ديالها، كل واحد والطريقة ديالو. السلام يعني، وحنا كمغاربة كنعرفو كل شيء، كل واحد كيعرف شي، والحمد لله عندنا تقاليد. خواتاتي اي حاجة كنبغي نشاركها معكم، ما كنبخل عليكم حتى حاجة، اي حاجة نشاركها مع خواتاتي. وهادو هما اللوازم اللي شريت، وان شاء الله باقا نشارك معكم الغسيل كيفاش كنغسلو الجنجلان بطريقة زوينة ما شاء الله. وان شاء الله غدا نشارك معكم الطريقة تاع الجنجلان. خوتي خواتاتي، هادي هي الطريقة اللي كندير بها السفوف، ودابا نقي على خاطري وعاد نصايبو على خاطرنا ان شاء الله. شهر شعبان يدخل لنا بالصحة والراحة وجميع الأمة الإسلامية يا ربي، ويدخل لنا رمضان مبارك سعيد، خلنا بالصحة والسرور والفرحة يا ربي. وإن شاء الله من يخرج رمضان إن شاء الله تولي عندنا الضحكة، ونشوفوا يعني الابتسامة في أي وجه عند المسلمين وعند العالم كامل إن شاء الله يا ربي، ويرفع علينا هذا البلاء يا ربي. خوتي خواتاتي، اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، دعموني بلايك وفعلوا الجرس وصلكم الجديد. خوتي خواتاتي، بالصحه والراحه، مع السلامه.